اليوم أنا وياكم راح نتكلم عن أسرار الولادة، أشياء قالوا لي عليها وطلعت غلط، وأشياء لازم يقولوا لي إياها بس ما حد قال لي. بهذا الفيديو اليوم راح نتكلم عن مواضيع مهمة، مواضيع تخص الحامل اللي هي على وشك ولادة. راح نتكلم مع بعض على أشياء مهمة لازم تسمعينها، وإن شاء الله بعد هذا الفيديو راح تغيرين رايك بالولادة الطبيعية. للي أول مرة تتابعني، أنا زهراء وهذه قناتي أعرض فيها مواضيع وايد، فلا تنسون أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه ولايك حق هذا الفيديو، ويلا خلينا نبلش. طبعا بهذا الفيديو راح أعرض أو أتكلم عن مواضيع وايد وأتطرق لها، وأهم شيء اللي اليوم راح أتكلم فيه اللي هو قاعد أشوف وايد بنات بالفيسبوك أو بالسوشيال ميديا أو حتى بالحواليني يسألون، ها شنو رأيكم، أولد ولادة طبيعية ولا عملية؟ هذا السؤال لازم ما تسألينه، ما يحتاج سؤال. إذا رب العالمين معطيك النعمة والعافية وانت تولدين ولادة طبيعية بدون أي أضرار لا عليك ولا على البيبي، فأكيد ولادة طبيعية ما في أحسن من عندها. يعني إذا أنت كنت خايفة من الألم فهسه الطب تقدم وأشياء وايد يعطونك إياها أثناء الولادة راح تخفف عليك، فليش تعرضين نفسك للخطر؟ اوكي، وتسوين عملية، انت ممكن تولدين ولادة طبيعية وما محتاجتها. انت تعرفين ان العملية لما تسوينها الحلو فيها انه ما تحسين لا الم ولا شيء، يعطونك بنج ويطلع البيبي وخلاص لا تحسين ولا شيء. لكن الأسوأ من هالموضوع اللي هي ما بعد العملية، يعني يكون عندك جرح اسفل البطن، ما تقدرين تتحركين وايد، ما تقدرين تمشين، ما تقدرين تشيلين البيبي، يصير عندك آلام، اكو جرح واكو خياط، فاكيد في الم، في التهابات، ممكن راح يصير عندك التهابات الجروح. وانا اكثر البنات اللي اعرفهم وصديقاتي اللي مسوين عمليه عانوا من موضوع الالتهاب اللي بعد العمليه. راح يصير الشيء متعب بعد الولاده، خصوصا اذا انت مثلا كنت بعيده عن الاهل او شيء بدوله غريبه انت وزوجك وتسوين عمليه، صعبه عليك تشيلين البيبي، صعبه عليك انك تتعاملين مع البيبي وتغيرين حفاضته وتقومين بالمهام الطبيعيه هاي اول اشهر. فاذا انت كنت بصحه وعافيه وما محتاجه انك تسوين عمليه، فصدقيني لا تسوين العمليه. الولاده الطبيعيه ما في اجمل منها، تجربه الولاده الطبيعيه هي أحلى تجربة ممكن تعيشينها، فلا تحرمين نفسك من هذا الشيء. الولادة عبارة عن معجزة، يعني روح تطلع من روح، فخلينا نعيش هذا الشعور. على فكرة أنا لما ولدت كل ولاداتي ما استخدمت ولا شيء، في شيء اسمه إبرة الظهر تستخدمينها تخفف لك الألم، وصديقتي قالت لي بحيث أنها ما تحس بالألم، بحيث أن راس البيبي طلع ويقولها ترى طلع دفعي، هي ما حاسة لا بألم ولا شيء، وتقولهم ها صدق؟ قالوا لها إيه، ويلا أنه بلشت تدفع، أنها ما يعني ما تحس هي بالدفع لأن هي مبنجة. إبرة الظهر هي يعطونها هو تخدير نصفي من أسفل البطن لين الرجلين، فهاي هي إبرة الظهر، مخدر نصفي بحيث أنك أنت ما تحسين بآلام الطلق. يعني أنا صديقتي قالت لي أنا أضحك وأنا أولد، فتمنيت يعني قلت إذا أنا حملت هالمرة آخر مرة أنه يعني أجرب إبرة الولادة، لكن ما صار النصيب وجربت إبرة الولادة. فجميع ولاداتي الأربعة كانت طبيعية، ما استخدمت فيها ولا شيء ولا تخدير. صحيح الألم متعب، إي نعم متعب مؤلم، لكن بالنهاية لما تشوفين البيبي خلاص يروح هذا التعب كله. اوكي، اول شيء قالوا لي انه او الناس كلها تقول انه والله بس الالم الولادة بس اول بيبي، ثاني بيبي وثالث بيبي لا خلاص عادي ويصير مثل الزلاطة مثل ما يقولون وهاي، بس لا، هو الالم الم. يعني شنو، انت من ولدتي اول بيبي صار جسمك مضاد للصدمات؟ يعني لا طبعا، لا، الألم الولادة لكل الولادات نفس الألم، هو أنا وياكم اليوم قاعدة أتكلم معاكم بهذا الموضوع من تجربة إلي وعلميا إلي، لأني أنا درست تمريض نيرسينج، فكنت أيام الدراسة رحنا وشفنا حريم يولدون، فأنا حضرت ولادة وجربتها. في شيء كانوا بيقولوش ان الفحص المهبلي كلش مؤلم، فلما يصير لش الطلق لا ترحين بسرعة، انتظري لين ما انه يجي لش الطلق حامي وترحين للمستشفى عشان تكونين يعني ما يألمونش بالفحص ابدا. فحص المهبلي اللي هو النيرس او الدكتورة يفحصون الرحم، يشوفون التوسع ان صار وقت الولادة او لا،
ابدا مو مؤلم اذا ما شديتي، يعني انك بس هدي ورخي وعادي، غير مؤلم ولا شيء. واذا صار عندك الم فعلى طول روحي، لان انت ما تعرفين شو يصير، ممكن يكون عندك ولاده مبكره، ممكن ما تعرفين، فانت حسيتي بالالم روحي. وابدا الفحص غير مؤلم اذا انت يعني هديتي ورخيتي، لا تشدين وانت خايفه ولا وقالوا لي انه هو مؤلم ومدري شنو، فراح يصير مؤلم. اي في شيء ثاني لازم اقول لكم اياه، اللي هي التقلصات. طبعا انا لما درستها وتقلصات انه خلاص شلون هيش تقلصات تحسون فيها، بس هي لا، هي مو نفس التقلصات، هي ما تحسون فيها انها في تقلصات بالبطن هيك بهالطريقه، انا هيك كنت متخيله وقالوا لي وهاي لا. هي شلون الم اذا صار عندك مغص بالبطن وقبض والم بالبطن، نفس هذا الالم بس ضربوه بالف، يعني 2000 يعني اوكي. طبعا راح اتكلم لكم هسه عن التنفس وقت الطلوق. طبعا انا درستها وكنت اعلمها للامهات، وكنت اقول لهم سووا يلا اثناء الولاده لما يولدون، لما كنت اتدرب نيرس، لكن انا بنفسي ما جربتها. اول ولاده كانت هيك عندي خوف ورعب والالم كان يعني اول مره يصير بيه، بس هذا كلش غلط من عندي. يعني انا درسته وهاي، لكن ما صدقت انه فعلا ان هذا النفس اللي هو التنفس والناس خابصين به وهذا انه فعلا انه يخفف. فعلا يا بنات يخفف 70-80%. دائما لما يجي لكم التقلصات اخذوا هذا النفس وقت التقلص، اخذوه وطلعوا، ودائما حطوا ببالكم ان هاي الطلق مدته دقيقه وهسه يخف ويروح. يعني هو ليش الطلق شلون يجي؟ يجي دقيقة وبعدين يخف، بعد 10 دقائق رجعت اجت. فكل ما تجي حطوا ببالكم ان هاي دقيقة وراح تروح، واستخدموا النفس اللي هو تاخذون نفس من خشمكم وتطلعونه من الحلق. فيا بنات هاي اهم نقطة راح احط لكم اياها 100,000%، هاي كلش مهمة. التنفس راح يساعدكم وايد ويرقيكم احسن من الصريخ، لان الصريخ انا جربت الصريخ، الصريخ يزيد الالم. انت يعني فيك الم راح يظل يزيد ويزيد اكثر واكثر، والتعبين يصير عندك، يعني جسمك يتعب من الصريخ وبعد الطلق موجود. اجي هسه لنقطه كلش مهمه، وهو وجود شخص معاك لازم يكون وقت الولاده، وانا افضل هذا الشخص يكون زوجك، لازم تكون يمها وقت الولادة. المرأة محتاجة زوج، شعور جميل، لأن اللي قاعد يصير قاعد يصير معجزة، قاعد روح تطلع من روح. فكلش حلو أنت كأب أنك تكون مع زوجته، توقف معاها وتساندها، تمسك إيدها، تعرفون هاي مسكة الإيد من الزوج شلون تخفف الألم. فجدا مهم وجودك أنت كزوج مع زوجتك بوقت الولادة، راح تساعدها وايد. وشاركون الفرحة مع بعض، تشوفون ابنكم الأول مرة مع بعض، راح تكون لكم هذه أجمل لحظة لكم تشاركون فيها مع بعض. يعني هذا الشعور من أجمل شعور العالم، أي أجمل شعور مريت فيه الصراحة ومر فيه زوجي. طبعا أنا كل ولاداتي لازم يكون زوجي موجود معاي، علشان تكون موجود معاها، علشان تحس بالألم، تحس إنها شقد تعبت. الزوج ما راح يحس بمعاناة زوجته وقت الولادة وشقد إنها متعبة إلا لما يدخل معاها. فهذه رسالة موجهة لجميع الأزواج، دخلوا مع زوجاتكم وقت الولادة، شاركوا أول فرحة تشوفونها مع بعض، حسوا بمعاناة مرتك والألم اللي قاعد تمر فيه بس علشان ابنك أو بنتك تجي للحياة. فهاي من أجمل الأشياء ومن أجمل اللحظات إنكم تشتركون فيها مع بعض. وأهم شيء لازم أقولكم إياه، شعور الألم والتقلصات هذه تروح لحظة بس الراس، راس البيبي، يعني حتى بعد الجسم ما طلع، لحظة طلوع الراس الألم كله يروح. وبعد الولادة أكيد جسمك راح يكون متكسر كأنك طايحة من الطابق العاشر، كل عظامك تكون متكسرة، يعني شعور إنك خلاص ارتحتي، ماكو ألم ولا شيء، لكن إنه تعب أكو. حلوك بعد ما يعني بعد ساعة ساعتين ترتاحين، اخذي شي شاور دافي. أتمنى يكون هذا الفيديو فادكم يا بنات، واللي أول مرة حامل إن شاء الله تقومين بالسلامة، واللي بعدها ما جابت بيبي أقولش إن شاء الله يا ربي يرزقكم بالذرية الصالحة. أشوفكم على خير بفيديوهات قادمة، لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه علشان يصلكم فيديوهاتي، ولايك حق هذا الفيديو، وأشوفكم على خير، مع السلامة.